يا هلا والله وحي الله اللي يشوفونه على قناة روتانا خليجية كبار وصغار في حلقة جديدة من برنامج ساعة شباب. وعلى نهاية الأسبوع نقول لكم إن شاء الله الخميس هذا يكون ونيس، ودائما كل خميس بيكون معنا مواضيع شوية لايت أخف من مواضيع الأسبوع، وبرضو في حاجات مجتمعية لابد نركز ونحط الضوء عليها من فقرات الاستضافات اللي بيشرفونا فيها الناس أو حتى السوالف والأخبار. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا لمية. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة معاكم من برنامجكم اليومي ساعة شباب، اللي بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتميزة والمتجددة. وأكيد أقول لكم مع نهاية الأسبوع إن شاء الله يكون ختامها مسك معاكم ساعة كاملة راح نقضيها معاكم بكل حب. طيب ركزوا معنا شوية كده ونطقطق أدانينا، عشان موضوع اليوم من المواضيع المجتمعية اللي صارت يعني متفشية ومنتشرة تحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو نقلت على مواقع التواصل الاجتماعي، والكثير مننا صار أكيد بيستنكرها، وصاروا الناس بيخافوا على نفسهم من هذه الظاهرة اللي أصبحت جدا واضحة، وهي تحديدا عمليات أسرقة اللي بتتم لي بعض المحال الصغيرة الموجودة في بعض الأزقة، أو حتى موجودة في بعض الأماكن الكبيرة لما يكون مخطط لها صح، أو حتى لبعض الأشخاص المارين في أي أحد من الشوارع أو الحواري، وهذا صار واضح جدا. أكيد طبعا تراد صادق في الكلام اللي قلته. في الفترة الأخيرة صرنا بنشوف حوادث سرقة جدا كثير على أشخاص مارين في محلات، على نفس المحلات اللي بتكون موجودة في الشوارع. والفكرة أنه بعض الأشخاص اللي بيشهدوا تحديدا هذه الحوادث أو حوادث السرقة اللي بتصير قدامهم بيشوفوا السارق. في منهم نوعين نقدر نصنفهم كنوعين، في نوع واحد اللي والله ممكن يشوف الموضوع قدامه ويمشي ولا كأنه شاف شيء أبدا قدامه، والنوع الثاني اللي ممكن يأخذ ردة فعل ويتصرف في هذا الموقف تحديدا. عشان كذا كان سؤالنا اليوم على هاشتاك ساعة شباب في تويتر يطرد إيش كان، كيف تتصرف بالضبط لو تمت عملية سرقة أمام أعينك في محل من المحلات اللي أنت تعرفها أو اللي أنت مار قدامها؟ نبي نعرف ايش ردودكم. يلا مع اول الردود نروح لاحمد. ايش يقول؟ ابلغ الشرطه اذا اتاخروا، انا سوف اتدخل، واذا ما كان مع السارق سلاح خطير سوف امسكه بطريقتي. عجبتني سوف امسكه. كنن. اي مره. ما شاء الله. واذا كان معاه سلاح اسوي مجنون ولا شفت شيء. الله عليك يا احمد. احمد يمثل عنده البادره الايجابيه اهم شيء. وغالبا يا احمد احسن نبعد عن الشر ونغني له، لكن في طريقة ثانية حنقول لكم إياها أفضل. أيميد تقول ححاول أصور السارق. الله عليك، وها هذه الطريقة الأفضل اللي كنت حقول لكم إياها، أصور السارق من بعيد وبعدين أتصل على الشرطة، وإذا خرج من المحل وشرد راح أصرخ حرامي حرامي عشان أحد يمسكه. حلو يا أيميد وجهة نظر. نروح لموني تقول بسيطة، أقعد أصارخ حرامي حرامي، إذا شفته يشرد يقعد بقعد أجري وراه، وبكل ما أوتيت من قوة أنا بس تخيلت طلعت ماني هينة. والله مو اليوم مع سؤالنا حتطلع كل الجوانب الأكشن اللي في حياتك وكل الأبطال اللي مستخبين. أكيد طبعا أكيد. خافي تقول حرامي حرامي يجي نط، هي هو اللي يجري الحريم فالحين في الصراع، هو اللي يجري عليها مو هي اللي تجري عليه. دينا الطريقي تقول أتصل على الشرطة وأبعد عن المحل بشوي، أصور اللي يسرق. شوفي 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 الحس الكونني الموجود هنا، وأصور اللي يسرق عشان إذا تأخرت الشرطة يصير هي تكون قدمت دليل. يسعد المساك ومساكي يا دينا. أكيد مساك والله يا حقيقي طربتيني. مريم إيش تقول؟ حصلت قدامي والقهر إني صنمت، مدري إيش صار لي، مرة انقهرت لأني تنحت ومقهورة إلين دحين، بس المرة الجاية حصوره هذا إذا ما تنحت. حقيقي في ناس كذا يصيروا صنم، لا ما يقدروا يتصرفوا في نفس الموقف هذا اللي بيصير. بس ما ينفع ننصدم في هذه الاوقات لانه مصيبه. همسه تقول، همسه براء، اذا امامي يمكن اسوي نفسي جماد مزهريه يعني قصدك، لكن لازم الفزعه وانا جماد بحرك يدي وفمي وابلغ عليه ترم ترم رم رم. حلو حلو يا همسه براء. حتى انا ما فهمت، مو لازم نفهم يعني رم التليفون. في مشاركه وجدانيه، انا مو لازم التليفون يا طراد. ترن ترن اسمها ترن 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 هي قالت. طب معلش هي كانت تمشي يمكن. جوجو ايش تقول؟ تقول دايركت اخرج من المحل اراقب الحرامي من برا المحل واشوف ايش يسوي واكلم احد يدق على الشرطه. طب ليش انت ما تدقي يا جوجو؟ ما تبغى هي تدق؟ طال عمرها لو سمحتي احد يضايقها، هي شافت الموقف حتروح تحكي صاحباتها كفايه عليها.
لا ولا مو جوجو؟ اي صح اكيد. بس اي ميدو طلبتني في اول حل اللي هو على طول اصور، وهذه الطريقه اللي كنت بقول لكم اياها، انه اول حاجه احنا ما نعرف اذا كل المحلات موجود فيها كاميرات، وهذا المفترض، ويتمنى انه يكون في قانون يسري على الجميع انه المحلات كلها يكون فيها كاميرات واحد، وان شاء الله نوصل لمرحله انه بعض الشوارع الاساسيه وفي فرعيه برضه مهمه جدا يكون فيها كاميرات اساسيه وثابته. وبدانا في هذه النقطه على فكره، فانتبهوا لانه ما في حاجه حتروح من اكيد الجهات الامنيه. انتوا برضه بدوركم اذا تقدروا تصوروا من غير ما تعرضوا نفسكم للخطر. حلو الدور البطولي يا رميه ويا حبايبنا اللي بيشوفونا، ولكن برضه انتبهوا لانه ممكن هذا الحرم يكون متهور، يكون مع سلاح او شيء لا سمح الله يضركم باي طريقه كانت. حقيقي عجبتني تصرفات الاشخاص اللي ممكن يتصرفوها قدام في هذه المواقف تحديدا. بس بعقب على تغريده مريم لما قالت انا اصنم وما اتحرك واصير حقيقي جماد قدام المواقف هذه. في ناس كثير ممكن تعدي علينا يعني بحياتنا مواقف كثير ممكن تاثر فينا، وقتها فعلا طراد انت ما تقدر تتصرف ابدا. وتقعد جماد كذا في مكانك، لا حتى الصوت يختفي احيانا، حتى لو فكرت انك تصرخ ما في صوت، ما يصير في صوت، ولا تقدر تتكلم ولا تقدر تتحرك. وما في ناس ما عندهم سرعه البديهه اللي اذا صار موقف قدامهم على طول ممكن يتصرفوا في نفس هذا الموقف ويتداركوا الموقف. عرفت؟ ففي ناس كذا عندهم هذا التصرف. نحن ما نلوم هذول الاشخاص حتى لو صارت قدامهم هذه المواقف، حقيقي يعني هم اشخاص نفوسهم جدا ضعيفه نقدر نقول، ما يقدروا يتصرفوا في هذه المواقف. في كمان الحل الافضل والسليم زي ما ذكرت راد انه يصوروا المشاهد. دائما بنشوف ما شاء الله السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ما خلت ولا بقت، وهي دائما الاول في فضيحه هذول الاشخاص. خلينا نقول الاكثر الاكثر انصافا مؤخرا على فكره. كنت بسالك انت ايش من اي حالات تصير تصنم ولا انا والله بقى. شوف يعني نحن الحريم ما ينفع لنا نصرخ، اذا شفنا حرامي ما راح نسوي شيء غير الصريخ، ما راح يصوت بس اذا صوتك. كان يعني انا لا اشوف اول اذا كان مسلح حابعد. مسلح مسلح مسدح يعني فاذا كان مو مسلح عادي يعني وقتها ممكن اتصرف، ممكن اتصل بالشرطه، ممكن اجي امسكه. فاهم؟ اي ممكن. اوه والله عندك القابليه انك انت تجري و ايوه اي مره تراد ما شاء الله عليك يعني اعرف اتصرف في المواقف هذه مره كثير. حقيقه لا يغركم الشكل، اوقات ترى يعني نخدع اوقات في حاجات او والله يظهر لنا شيء من جد والله لم يبعث. هذا شيء جميل جدا، انا مره اعشق الشخص اللي يكون يعني من الخارج بشكل ما يظهر ما هو بداخله، ايش ما كان سواء جمال او حتى الجاذبيه او اي شيء يصير عنده حاجه داخليه. ما نبي نخرج على الموضوع انا، بس حلو الادوار الداخليه اللي في داخلنا. صحيح. انا بعرف يعني انا كنت اعتقدت انه انت ما حتتحرك او تصنمي، بس ما شاء الله. لا 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 بالعكس، انا اتراد في العائله وفي بيتنا انا الوحيده اللي اتصرف هذه المواقف. ما شاء الله. يعني صارت مواقف مره كثير، فدائما مو سرقه يعني مواقف زي كذا، مواقف تفجع فيها فزع فيها فزع فيها فزع. وين رجاجي؟ تروحي على طول على طول. انا خوفي اصنم مع باقي الردود اللي حتكون معنا. خلينا نكمل وحسالك بعدها ايش راح تسوي. غاده الشهري ايش تقول؟ دايركت بمسك جوالي وبتصل بالشرطه وبحاول ألمح للناس إنه في حرامي عشان يمسكوه، أو بمشي وطبخن طبخة ياكلة ياكلة. والله ما عندها. وطبخن طبخة ياكلة ياكلة. أيه صح؟ أيه خلاص. أوكي. بس انت خلاص مشي حالك، لا تدقق. دقنا تقول يعني هي غلط بس مشي. دقنا اقول لاخواني يبلغوا موظف المحل واقترح عليهم انه نخرج من المحل من غير ما يحس الحرامي والموظف، يقفل الباب وندق على الشرطه. كيف بس كونان؟ والله ونعم في والله دقنا كونان. إيه والله يا دقنا. لينا حاتم ايش تقول؟ يصير اسرق معهم. هذه صادقه، هذه الوحيده التغريده الصادقه اللي جاتنا تقشف. حقيقي موقف مريب، لو تدخلت اخاف اتورط، واذا سكت تانيب ضمير، بحاول ابلغ صاحب المحل او اهل الشارع الثاني. حلو يا لينا والله. ان شاء الله ان شاء الله تلحقي تبلغي قبل ما تشاركي العمليه. عموما فوق مستواك ايش تقول؟ راح اقول لاخواني يتصرفوا معهم. اكيد فوق مستواك ما حتسوي شيء، حتكوني مرتاحه، وانا ابلغ عليهم اقرب بوليس باسم شرطه. ما عندنا يمين يسار، امشي سيده. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا فوق مستواك. بارك الله فيك يا فوق مستواك. بوليس فكرتني وانا صغير كنت اقول بوليس. سلافه ايش تقول؟ بتعامل بحذر وعن بعد، ابحث عن ارقام سياراتهم، اصور الحادثه فيديو والتقط الملامح، وبالتالي اتجه لاقرب مخفر وبالادله يتم ردعهم ببساطه. سلافه ايش خريجه ايش يا سلافه؟ نفسي اعرف. ما شاء الله عليكي. الرد الاخير معانا لوجين تقول يمكن ابلغ او استنجد باقرب رجال او شباب رجال عفوا يشوفون الحراميه، وايضا يفزعون لصاحب المحل. اخاف على نفسي للامانه، ما راح اتدخل شخصيا. تعجبني الشفافيه والوضوح، ويعجبني
عارفه ايش حتسوي، عارفه ايش اللي لها وايش اللي عليها. نحن البنات دائما نخاف، بس قبل ما نكمل في التغريدات طرات وسؤالنا لليوم، ابغاك تقول طبخن طبخه هي اكله. طبخن طبخه هي اكله. طب انا ليش قلت غلط؟ انت ما قلت طبخن طبخه هي اكله. لا 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 عارفه ايش قصدها؟ لا 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 طب ايوه انا فاهمه ايش قصدها، فاهم مضبوط، بس انت لا تغش من عنود. لا ما غشيت. لا والله انا عارف المثل، بس انت قلتي هو انت عشان قريتيه شيء غير، بس هو هو يعني زي حاجه انت سويتها انت تاكل على راسك. ايوه طبعا انا فاهمه ايش يقصد، بس انا باك تقولها طبخن طبخه هي اكله. كيف بالله؟ والله ما نلعب بهاللقافة هذا. عموما انا خلاص يعني بعد الردود اللي شفناها اليوم ايوه ما عندي اي رد ثاني، وحقيقة اذهلتوني. ايوه بس انا اقول حاجة مرة مهمة، اتمنى بس يعني احنا في زمن صح ممكن ناخذ المواضيع اوقات بمزح وضحك وكل شيء، لكن حقيقة اوقات قد تمر علينا هذه اللحظات. احنا نمزح الان كمان اعرف متى لا سمح الله ممكن يحصل هذا، كله مقدر ومكتوب، لكن نستعد دائما، نستعد ونكون اذكياء ونحرص عشان لا يجينا اي ضرر. انا بحرص على هذه النقطه لان جهتنا الامنيه هي اللي تعرف كيف تتصرف دائما في هذه الامور. على طول ادق على الشرطه وابدا واتصرف، يعني افضل تصرف لو عندك جوالين يصير تصور الدق ما عندهم، بالعكس يعني هذا يكون اسرع. بس برضو انتبهوا على نفسكم، الله يسلمنا وياكم من كل سوء وشر. اكيد طبعا في النهايه يعني لا تنسوا في النهايه انه انتم مواقفكم هذه اللي ممكن تتصرفوها في هذه المواقف اللي نقدر نقول خطيره، بعض الاحيان انتم بتنقذوا اشخاص، بتنقذوا عائله، بتنقذوا صاحب محل ما تعرفوا ايش ممكن يصير له داخل هذا المحل، فحاولوا انكم تتصرفوا بسرعه وتسارعوا في هذه التصرفات اللي ممكن في يوم من الايام ممكن تفخروا لانكم تصرفتوا بهذا الموقف في يوم ما. فعلا بس تحية أخيرة لجبران عواجي بطلنا. أكيد أنا يعني في كل موقف لازم أتذكره. أكيد طبعا جبران عواجي، اللي ما يعرف جبران عواجي يتابع، يحط هاشتاج جبران عواجي أو يكتب في جوجل جبران عواجي هيعرف فين هو البطل حقيقي. سيبكم من سوبرمان وباتمان، هنا الأبطال اللي عندنا. حنطلع أكيد بعد الفاصل نكمل لفقراتنا الجاية، في حاجات كثير حنستمتع فيها في ساعة شباب، راجعين.